الفتاح السيسي، والذي استقبل النظير هو الفرنسي مانويل ماكرون. شكرا خضر. شديد وموقف شديد في جهود لاحتواء هذه الأزمة والعمل على ان هي يعني ما يكونش ليها تداعيات اكتر من اللي احنا بنشوفه دلوقتي. اتفقت مع فخامة الرئيس على أهمية ان الأزمة الحالية لا تتسع لتشمل يعني عناصر أخرى أو مناطق أخرى ويبقى بس يقتصر الجهد والعمل اللي احنا بنعمله على ان احنا نحتوي التطورات اللي بتمر بقطاع غزة. ده معناه ان احنا ببساطة ننظر بخطورة شديدة جدا من اتساع دائرة العنف وان يشمل أطراف أخرى داخل الإقليم أو المنطقة ومخاطرها الشديدة جدا على الاستقرار والأمن في منطقتنا. وإحنا توافقنا على أن النقطة دي محتاجة أن إحنا نتحرك ونعمل بشكل مكثف فيها من أجل منع مزيد من التدهور في الموقف في منطقتنا. أيضا تكلمنا على أهمية احتواء وتهدئة الموقف في غزة، وهنا بنتكلم ولازم أسجل دي أولا لتفاهم الرئيس ماكرون الحقيقة لفكرة أن عملية النزوح أو الهجرة أو الخروج من القطاع في اتجاه الأراضي المصرية أمر شديد الخطورة، وتوافقنا على أن ده أمر مش إحنا في مصر مش هنسمح به فقط، لا ده خطر جدا على القضية في حد ذاتها، لأن ذكرت النهاردة قضية حل الدولتين وده أمر أيضا توافقنا عليه على أنه هو غياب الأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية كان أحد أسباب التداعيات اللي احنا شفناها مش في الجولة ديت، في 5 جولات من الصراع خلال ال20 سنة اللي فاتوا غياب الأمل، حالة الإحباط، اليأس، ده كل دي كانت عبارة عن أسباب أدت إلى الاقتتال اللي احنا بنشوفه بشكل أو بآخر. فاتفقنا على ان خروج الفلسطينيين ده مش حل، لان اذا كانت الحل الدولتين لم ينجح والفلسطينيين موجودين على اراضيهم يبقى مش معقول ان هم ممكن ينجح وهم مش موجودين على اراضيهم. دي نقطه. الهدف بتاع الحرب المعلن ان هو يعني تصفيد حماس والجماعات والفصائل المسلحه اللي موجوده في القطاع، وده هدف انا يعني كلنا عارفين كويس قوي، والخبرات اللي موجوده لكل القاده على مختلف المستويات بدول مختلفه ده هذا الامر بيتطلب سنوات طويله جدا، ويمكن ده ايضا من ضمن الموضوعات اللي احنا تحدثنا فيها على اهميه ان احنا نسعى من اجل عدم الاجتياح البري للقطاع، وده امر في منتهى الاهميه انا بسجله هنا لان الاجتياح البري قد ينتج عنه يعني مش تحديات، لا يعني ضحايا كثيرين جدا جدا من المدنيين، ويكفي ان حتى الان احنا بنتكلم ما يقرب من 6000 من المدنيين سقطوا حتى الان، نصفهم تقريبا من الاطفال، ويجب ان نضع ده في عين الاعتبار في استمرار الازمه وعدم وضع السلامه سلامه المدنيين في الاعتبار عند التعامل مع الفعل العسكري الإسرائيلي في القطاع. نقطة أيضا توافقنا على أن احنا نعمل فيها بجد وهي إدخال المساعدات الإنسانية بالحجم اللي يتناسب مع 2.3 مليون فلسطيني موجودين في القطاع، والنهاردة احنا بنتكلم من 7 أكتوبر لغاية النهاردة تقريبا دخلنا في 15 يوم والقطاع تحت الحصار الكامل، وبالتالي وقطع الكهرباء وقطع المياه وقطع الوقود عنه، وده امر كان ليه تداعيات كبيره جدا على الحاله الانسانيه داخل القطاع، واحنا قلنا ان احنا هنا متوافقين ايضا على اهميه ان احنا نتحرك في ادخال مزيد من المساعدات. وهنا اسجل شكر لفخامه الرئيس ان هو وعد بارسال سفينه مستشفى الى لتقديم الخدمة الطبية لمن يحتاجها يعني يحتاجها من
المصابين الفلسطينيين. أيضا تحدثنا على أهمية إتاحة الفرصة والوقت إن إحنا نعمل على إطلاق مزيد من الرهائن ومزيد من الأسرى اللي موجودين في القطاع، وده من خلال تهدئة الموقف ما أمكن، تهدئة الموقف ما أمكن حتى نستطيع أن نعمل من أجل إطلاق مزيد من الرهائن والأسرى الموجودين لدى حماس. إحنا في مصر حريصين على أن إحنا نقوم بدور إيجابي جدا جدا في هذه الأزمة من خلال تفهمنا ومن خلال معاشرتنا للواقع، واقع تطور القضية الفلسطينية، وأن القضية الفلسطينية قضية القضايا بالنسبة لنا وبالنسبة لمنطقتنا، وأن الرأي العام العربي والإسلامي متأثر جدا جدا ومقدر جدا جدا قد إيه حل القضية دي هيكون ليه انعكاس كبير جدا جدا. ويمكن يعني يمكن حد يقول هل في فرصة حقيقية لمكافحة الإرهاب؟ أنا بقول للرئيس ماكرون إن الفكرة دي بدأت في مخيمات، نتيجة مخيمات الفلسطينيين، نتيجة فقد الأمل. مفيش أمل، مفيش فرصة إن احنا نديهم دولة، الدولة دي تبقى جنبا إلى جنب مع الدولة الفلسطينية، تحترم وتحافظ على أمن الإسرائيليين وأمن الفلسطينيين بكل الضمانات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف. لما فقد هذا الأمل ولما الممارسات اللي كانت موجودة خلال السنين الأخيرة اللي فاتت فيما يخص المسجد الأقصى يعني التوسع الاستيطاني اللي موجود، كل ده كان عبارة عن تغذية لحالة الكراهية والغضب اللي احنا محتاجين نفرغها بان احنا نحيي مرة تانية عملية السلام في المنطقة فيما يخص حل الدولتين. توافقنا مع فخامة الرئيس على ان احنا نتحرك سويا ونعمل سويا من اجل هذا الهدف النبيل، هو احتواء الأزمة، عدم تصعيدها، ادخال المساعدات، تخفيض التوتر ما امكن، عدم او السعي الى عدم دخول اطراف اخرى في النزاع الحالي. وهنا انا بسجل مره ثانيه شكري الشديد باسمي وباسم كل انسان مخلص في منطقتنا للرئيس الفرنسي ماكرون على الجهد وعلى الحركه اللي بيبذلها من اجل احتواء هذه الازمه. وهذا الامر هننجح فيه لأن الإخلاص في العمل من أجل الأبرياء ومن أجل المسلمين لازم ربنا سبحانه وتعالى بيوفقنا فيه. وبقول للرئيس ماكرون إن التاريخ هيشهد لك بأنك أنت بتبذل جهد كبير قوي قوي، كان زار إسرائيل وزار رام الله وزار الأردن والنهارده في مصر يمكن في خلال يومين أو ثلاثة فقط الجولة الكبيرة دي. فخامة الرئيس نحن بكل التقدير والاحترام والإعجاب والشكر لشخصكم ولفرنسا، وثق أن لك في مصر أصدقاء حريصين أيضا على العمل سويا من أجل تحقيق السلام ونزع فتيل هذه الأزمة اللي احنا كلنا بنتألم على الضحايا اللي موجودين فيها. يمكن كان في حد يقول لي يا ترى أنتوا يعني تقبلوا أن يبقى فيه هجوم على المدنيين؟ لا طبعا، نحن ندين كل الأعمال التي تمس المدنيين، كل المدنيين، مفيش كلام في ده، لأن المدني ده ملوش علاقة بالغضب والألم والحالة اللي احنا فيها. بس أنا عايز أقول مهم قوي إن احنا واحنا بنتكلم في النقطة دي نتكلم فيها بمعيار واحد، يعني المدنيين اللي هنا والمدنيين اللي هنا. مرة تانية برحب بيك فخامة الرئيس، أهلا وسهلا، تفضل. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour votre accueil et vos mots. Et je suis à nouveau heureux d'être الحوار الاستراتيجي القائم بيننا منذ عدة سنوات في هذه اللحظات الخطيرة العصيبة. لقد ذكرتم للتو بأننا نعيش فترة مظلمة جدا، وفي مثل هذه الأوقات يهم أن نبذل كل ما بوسعنا لتفادي التصعيد ولتفادي تزايد حدة التوتر. لا شيء
يبرر الهجوم الإرهابي لحماس ضد إسرائيل. فرنسا أدانت ذلك فورا واعترفت لإسرائيل بحق الدفاع عن نفسها باحترام أحكام قانون الحرب والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. ولكن اليوم الوضع الذي نراه اليوم يمكن أن يقودنا إلى مخاطر وتصعيد، وهذا ما تكلمنا عنه، وبالتالي من الضرورة أن نقوم بعمل سريع. أولا وقبل كل شيء، وأود أن أشكركم سيادة الرئيس وأحيي وأنا أقف إلى جانبكم الجهود التي تبذلها دولة قطر لإطلاق سراح الرهائن. هناك أكثر من 200 رهينة تحتجزها حركة حماس اليوم، ولسوء الحظ هناك 9 رهائن من الفرنسيين أو من مزدوجي الجنسية، ولكن كل الرهائن يجب أن يتم إطلاق سراحهم بأسرع ما يمكن. وأشكركم خالص الشكر على الجهود التي تبذلونها منذ 7 أكتوبر الماضي لهذا الغرض. هذا هام جدا، ونحن نفعل كل ما هو ممكن لتسهيل هذه المسألة. ثم أود أن أشكركم في هذا السياق على قيادتكم وعلى ما على القمة التي نظمتموها في القاهرة الأسبوع الماضي للتذكير بالمأساة الحالية وضرورة إيجاد حل لها بأسرع ما يمكن. وكذلك سمعت رسالتكم سيادة الرئيس، كما سمعت صرخة الإنذار التي أطلقها ملك الأردن فيما يتعلق بازدواجية المعايير. أريد أن أكون واضحا جدا، فرنسا لا تمارس ازدواجية المعايير، القانون الدولي ينطبق على الجميع، وفرنسا دوما دافعت عن قيم عالمية، قيم الإنسانية العالمية، حياة البشر متساوية وليس هناك من أولويات. كل الضحايا يستحقون تعاطفنا والتزامنا من أجل السلام في الشرق الأوسط، ونبقى أوفياء لذلك. أنا أعرف أيضا التزامكم سيادة الرئيس في هذا الموضوع. عودة إلى ما قاله سيادة الرئيس للتو، ما نريد هو في الواقع مبادرة سلام وأمن تسمح بتفادي التصعيد وتعالج الجذور لهذه المشكلة التي نمر بها اليوم. أولا، الجزء الأول من جوابنا هو مكافحة الإرهاب. أقول ذلك لأن في 7 أكتوبر تم ارتكاب عمل إرهابي خطير ضد رضع، ضد أطفال، ضد نساء، ضد بالغين بدون مبرر. وهنا أيضا قتل فرنسيون، 31 مواطن فرنسي قتلوا في هذه العملية. ولكن لا يجب أن نتساهل أمام الإرهاب. أنا أعرف أنكم في مصر حريصون جدا على مكافحة الإرهاب، ولقد خضتم هذه المعركة لسنوات، وبالتالي أود أن يكون أن نستمر في تعاوننا الوثيق في مجال المعلومات واستهداف الإرهابيين. والجواب الصحيح هو أن نتعاون، أن نتعلم دروس التي استخلصناها من تحالف الدولي ضد داعش الذي عملنا في إطاره منذ عدة سنوات، ونتبنى التدابير المطلوبة ضد المجموعات الإرهابية التي تؤذينا في المصلحة في المنطقة. إذن هذا تعاون إقليمي ودولي لاستهداف الإرهابيين وحماية المدنيين، والتعاون في مجال الاستخبارات وتبني تدابير متعددة لاستئصالهم. هذا عمل سوف يتطلب الوقت، سوف يتطلب أيضا التحضير، وسيحتاج إلى مجهود لفترة معلومة. مصر وفرنسا تعرفان ما هي معاناة من جراء الإرهاب، وأعتقد أن هذا هام جدا. المحور الثاني الذي نريد أن نتقدم فيه يتعلق بحماية المدنيين. ذكرتم سيادة الرئيس على وجه الخصوص، تكلمتم عن الفلسطينيين من رجال ونساء. المساعدة الإنسانية يجب أن تصل إلى غزة بدون عوائق. وأود أن أحيي ما تفعله مصر لسكان غزة اليوم. لقد تكلمت عن هذا الموضوع بالأمس وصباح اليوم مع جلالة ملك الأردن، وهو ملتزم بقوة عن طريق مستشفى تعمل الأردن على حمايته وضمان استمراره بالعمل. وتكلمت عن هذا الموضوع أيضا مع رئيس وزراء نتنياهو ومع رئيس
الرئيس محمود عباس لوصول المساعدة الإنسانية. فرنسا أصرت على وصول المياه إلى غزة بدون أي عقبة وإعادة تزويد القطاع بالكهرباء، وبالتالي سوف نستمر بهذا العمل الملح والطارئ. وصباح اليوم كان لي نقاش مع ممثلين عن الأونروا وقالوا لي أن الوضع حرج. إذن هذا هو الوضع الذي نريد أن نجد حلا له بالعمل معكم وإلى جانبكم. كما تعرفون فرنسا تعمل لدعم هذا الجهد إذ نقدم مساهمة عالية للأونروا. لقد في الأسابيع الماضية زدنا مساهمتنا للأونروا بقيمة 10 مليون يورو لمصلحة الشعب الفلسطيني، وبتنسيق وثيق معكم نريد استخدام الدروب المفتوحة انطلاقا من مصر. هناك طائرة فرنسية سوف تحط غدا في مصر لتسليم معدات ومواد طبية، وهناك طائرات أخرى سوف تتبعها، وسوف نكون نشطين بالنسبة للأدوية والمواد الطبية. وكذلك وأشار الرئيس إلى ذلك على إثر محادثاتي مع كل الأطراف المعنية بالأمس، أود أن أعلن أني قررت أن إرسال سفينة من البحرية الفرنسية لتأتي لدعم مستشفيات غزة. السفينة سوف تغادر مرفأ طولون في الساعات المقبلة. كذلك سوف قمنا بحشد موارد مالية إضافية لتقديم المساعدة في غزة وفي الضفة الغربية، ولا ننسى كذلك حماية الرجال والنساء. وأشكركم كذلك على التعاون الممتاز لحماية مواطنينا. هناك 54 مواطن فرنسي في غزة اليوم ونريد حمايتهم. هناك حوالي 170 فرنسي أو موظفين في المعاهد والمؤسسات الفرنسية ومن التابعين لهم أسرهم، ونود إخراجهم وحمايتهم. والأساس الثالث إلى جانب مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين، المحور الثالث هو المحور السياسي. طبعا هو الأصعب، ولكنه هو في جذور الكثير أو سبب الكثير من الحقد في هذه المنطقة. كنا نقول مع سيادة الرئيس أننا منذ بضعة شهور كنا نتكلم عن الحق المشروع للشعب الفلسطيني في دولة وفي حل سياسي. كان عدد الذين يتكلمون عن هذا الموضوع قليلا في الأونة الأخيرة. تعرفون أن فرنسا لم تحد أبدا عن هذا الدرب، ومصر لعبت دائما هذا الدور المتميز في حمل القضية السياسية إلى الواجهة. يتعين علينا أن نبذل اليوم جهود متميزة للوصول إلى دولتين، دولة إسرائيل ودولة فلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمان. هذه فكرة قديمة ولكن لم يعفى عليها الزمن. وبالتالي أعتقد أن الدرب السياسي ضروري ولا بد منه، لأنه يشكل مخرجا للغضب لا يكون العنف، ويعني الاعتراف بالحق المشروع للشعب الفلسطيني ويضع إطار لهذا الموضوع. علينا أن نفعل ذلك، لقد طال الانتظار، ومن الملح والطارئ أن نفعل ذلك اليوم. وأعتقد أنه علينا أن نخوض هذا المسار السياسي في نفس الوقت الذي نكافح فيه الإرهاب، وفرنسا مستعدة. وأشكركم على كلماتكم، وأعتقد أننا نلتقي في هذا النهج سيادة الرئيس. نحن نريد أن نعمل مع كل الشركاء من ذوي الإرادة الطيبة في المنطقة وفي العالم. نريد مبادرة على محاور ثلاثة: مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين وإيصال المساعدة الإنسانية والشق السياسي وحل القضية الفلسطينية. كل هذا يتماشى تماما وأمن إسرائيل، وتعرفون أن هذا موضوع يهمنا، وهذا يجب أن يكون في كل مرحلة من النقاط الحاضرة إلى أذهاننا. هذا يسمح لنا بتحقيق السلام في المنطقة. كل دول المنطقة تقبل وجود إسرائيل وتقبل
ضمان أمن إسرائيل وأن يتم الاعتراف للشعب الفلسطيني بحقه بدولة تعيش بأمان وسلام، ونتفادى التصعيد وتزايد حدة التوتر. أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لنعمل معا، ونحن نريد أن تقدم على هذه المحاور الثلاثة مرة أخرى. شكرا لكم سيادة الرئيس، ولقد اتفقنا مع سيادة الرئيس السيسي على تعزيز شراكتنا أكثر. لقد اختبرنا ذلك في السنوات الأخيرة حول كل المواضيع الاستراتيجية، وخاصة في مواجهة الأزمة الليبية، وسوف نعمل يدا بيد. أنا أعرف دوركم المتميز، وأود إن سمحتم لي بهذه الكلمات، أود أن نعزز أكثر هذا المحور، لأني أعتقد أنه محور عادل وفعال ويحترم القضايا. شكرا سيادة الرئيس. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب، وتفعيل جرس التنبيهات.